قول لي بقى، انت حبيت الزمالك ازاي؟ والله انا كنت في الدراسه وكان معايا اصدقائي زملكاويه كتير قوي، وبعدين هم اللي حبوني في الزمالك، وعن تبعاتهم ولقيتهم بيحبوا الفريق بطريقه شديده قوي، فعرفت ان الزمالك ده نادي كبير. خدت بالك؟ ف الجيل اللي بدأت تشجيعك للزمالك كان مين؟ كان جيل كابتن محمد صبري، اه خدت بالك؟ تامر عبد الحميد، كابتن عبد الحميد، الكابتن عبد اللطيف الدوماني، وحضرتك برضه كابتن عبد الواحد السيد. بدأت بقى من آخر التسعينات في بداية الألفية. بدأت بقى الجيل ده، كان بسم الله ما شاء الله جيل بطولات، يعني خلى الزمالك فريق، يعني من خدت بالك مدرسة فني وهندسة كانت في الأيام ديت أو التاريخ دوت، كان بسم الله ما شاء الله من الألفينات لحد 2004 كان حدث ولا حرج، يعني بطولات إفريقيا، كأس العرب، كأس العربية، كأس السوبر السعودي، كان بطولات الله أكبر حاجة، يعني بطولة إفريقيا، أبطال الدوري، وأول فرقة إفريقية وصلت كأس العالم للأندية والشركة الراعية لغتها، كانت بالنسبة لي صدمة للأسف صدمة حظي. صدمة كبيرة جدا. فابتديت بقى أعشق حاجة اسمها الزمالك. اتجوزت بقى، طبعا أحكي لك قصة الجواز دي. فطبعا المدام كانت تقول لي إيه، أنا ما كنتش أعرف أنت متعصب كده بالطريقة دي، بتحب الزمالك جامد كده. البيت كله يوم ماتش الزمالك يجهزوا التلفزيون أو ليك الشاشة، بقى طقوس خاصة يوم الماتش. حاجة أجيب بقى الحاجات اللي هي التسالي والحاجات ديت، ونقعد. هم طبعا حببت ولادك وكله في جدا الزمالك. جدا، وأول ما الماتش يبتدي أبص لهم بقى كده، هتدعوا إن شاء الله النهاردة كده، يبصوا لي كده إن شاء الله، طبعا لازم عشان خاطر فيدعوا لي إن الزمالك يكسب. بتبقى ليلة جميلة، وبنسهر بقى سهرة حلوة زي ما أنت عارف حضرتك كده، والزمالك ده حاجة كبيرة قوي جدا الزمالك جدا بيأثر في جدا محور جدا. حياة حضرتك. طبعا يعني انا حضرتك يعني بسيب شغلي عشان خاطر الزمالك، دي حاجه يعني ما حدش يقول بقى ده، لا انا بقفل محلي، عندي مطعم بقفله عشان خاطر الزمالك. ليه؟ لما يكون في ماتش الزمالك ما بطلش لحد الساعه 2 3 بالليل قاعد اسمع اي خبر عن الزمالك، واجيب اخبار الزمالك، يعني مش عايز اقول لك بنام كده والتليفون في ايدي عن الزمالك. هو حاجه بقى جت في دم الواحد خلاص، ما ففي خلاص مره بقى في مره حب وعشقك لنادي في الزمالك. مره هو حاول على بقى، فكرة ده معظم حال جماهير ده نادي الزمالك. حاجة صعبة جدا. هقول لحضرتك، مرة الجماعة عندنا في الحمد البيت تعبت جدا من السهر وبتاع، فقالوا ايه، تعالى نكشف عليك عند دكتور. رحت لدكتور كبير، قلت الدكتور ده يقعد ايه، ما تسهرش ما تعملش. فأول ما المدام بدأت قالت له ده بيتفرج مغرم بالزمالك وعايش وبيتفرج بقى، بص حتى مش عايز اقول لك ما بينامش. فالدكتور قال لها لا، ده الا الزمالك، خليه زي ما هو كده، ما تقولوش بطل الزمالك. قلت الله اكبر عليك، الدكتور طلع ده عليه ما كده شاء مية الله. مية قوي. ابتديت بقى مشيت، كل ما تتكلم الدكتور قال ايه، الزمالك خليك مع اهم حاجه، الزمالك. الزمالك.